واللي من خلاله لابد أن نشير أنه اليوم هو آخر أيام معرض الإقليمي للصناعة التقليدية في تالودانت اللي كنا عشنا بطبيعة الحال خلال الأيام من 25 من هذا الشهر إلى غاية 31 يناير 2024 هنا بساحة 20 غشت. إذا كنرحبوا بجميع الضيوف الزوار الكرام، مرحبا بكم حنايا في إطار الحفل الختامي اللي من خلاله غادي نتوجوا مجموعة من الصناع والصانعات المشاركين ومشاركات خلال أيام هذا المعرض وممثلي كذلك التعاونيات والجمعيات الحرفية والمهنية. طبعا ان شاء الله غادي نبداو ان شاء الله على بركة الله بعد لحظات باش اننا نزع الشواهد التقديرية وكذلك بعض المكرمين في هذه الدورة، دورة هذه السنة ديال المعرض الإقليمي للصناعة التقليدية بتالودانت. وبطبيعة الحال مجددا نرحب بكم جميع الضيوف والزوار الكرام، كل المشاركين والمشاركات، رؤساء التعاونيات وكذلك الجمعيات المشاركة في مجال الصناعة التقليدية هنا بمدينة تالودانت، وكذلك كل المشاركين على مستوى الوطني والجهوي والمحلي والإقليمي لتالودانت. على بركة الله إن شاء الله غادي نبداو بطبيعة الحال باش نمشيو ونزوزعوا الشواهد التقديرية ونحتفلوا جميع بالمتوجين والمتوجات. وغادي نبداو إن شاء الله بعد أن نوزع الشواهد التقديرية سنستمع للنشيد الوطني، نوقفوا كاملين وكذلك باش نكونوا احتفلوا بهذا النشيد الوطني. تحت تصفيقاتكم استمعنا للنشيد الوطني. طبيعة الحال غادي نمشيو نعطيو الكلمة، غادي نعطيو الكلمة سي سمير شهب نائب رئيس الغرفة صناعة الصناعة التقليدية. حضور السيد المدير الإقليمي للصناعة التقليدية، سي جهة تجهيزها، سادة أعضاء الغرفة، سادة ممثلي المجلس الجماعي، الجسم الصحفي، سادة الحرفيون ورؤساء التعاونيات حاضرين معنا اليوم. اليوم أنفسنا بنجاح نظيم هذا المعرض صراحة، والذي أنجح هذا المعرض هو هاد الصناع التقليدي اللي اليوم يشاركوا معنا بالمنتوجات ديالهم وبالمحتوى اللي كان محتوى طيب جدا وكان محتوى عالي من الجودة. وكنحييو الصناع التقليديين ديال جهة تسمس عامة وإقليم تالودانت خاصة على يعني الإبداع ديال الأعلام ديالهم، كما نحيي جميع الشركاء اللي ساهموا في إنجاح هذا المعرض من كبير إلى صغير، يعني ساهم في هذا المعرض إلا ونحييه من هذا المنبر. و يعني أشكر الجميع. لذلك نعطي الكلمة للسيد المدير الإقليمي للصناعة التقليدية السي بريما اللي التحق بنا يعني منذ فترة وجيزة، يعني وكنتمناو له التوفيق إن شاء الله في المهام ديالو الجديدة. شكرا سي سمر. السلام عليكم. السيد ممثل جيت سوس ماسر، السادة أعضاء غرفة الصناعة التقليدية سوس ماسر، والسادة والسيدات أعضاء الجماعة الترابية تالودانت، أيها الحضور الكريم كل واحد بصفته وباسمه، أنا بدوري لا يسعني إلا أني نشجع ونرحب بهذه المعارض الإقليمية اللي كتنظم في مثل هذه النوع من التظاهرات، لأنها أولا قبل ما كتكون تظاهرة عندها شوية ديال الصبغة التجارية، نحن ما كنديروهاش في الصبغة التجارية،
بقدر ما أنها تكون أولا كتبرز واحد المكون ثقافي وأساسي وهو الصناعة التقليدية اللي هي جزء من الهوية ديال الحضارة المغربية والحضارة المغربية المتجذرة في التاريخ. أيضا كتبين لنا أيضا على مدى ورعة والورع اللي صنع الصانع التقليدي فيما يتعلق على يبدع مجموعة من المنتجات اللي عندها قيمة وعندها واحد الحمولة ثقافية أكبر، بالإضافة إلى الجانب المتمثل أيضا في التعارف ديال الصناع سواء الوافدين من جهة سوس ماسة أو الصناع الوافدين من جهات أخرى، وكتبقى هذه يعني واحد نوع من التعارف واحد نوع أيضا من النقد ديال التجارب فيما يتعلق بالصناعة التقليدية. بدوري أيضا كنشكر مرفق الصناعة التقليدية جهة سوس ماسة وجهة سوس ماسة أيضا نشكر الجامعة الترابية ديال التردان، وبدوري ايضا نشكر السلطات الاقليميه وعلى راسها السيد عام اقليم التردان اللي تشرف وعطى وزاره وقام بافتتاح فعاليه هذا المعرض. المعرض بدورنا احنا كوزاره او كمديريه اقليميه للقطاع اقليم التردان رانا نبقى وراه الاشاره لا عن وراه الاشاره فيما يتعلق بجميع فيما يتعلق الانفتاح على جميع التظاهرات اللي من شانها تطفي واحد الصبغه اساسيه وهي ابراز المنتوج المحلي والوطني واعطاء قيمه مضافه واعطاء المكان اللي كيستحقها سواء على الصعيد الوطني ولما على الصعيد الدولي. وشكرا مره اخرى. صافي تفضل. مشكورا استاذ ديالنا طبيعة الحال. غادي نخليك تقدم راسك بلا ما تقدموش في الصعيد، قدم راسك براسك تفضل. السلام عليكم، مساء الخير سيد مدير، الساده وسيدات اعضاء الغرفه الجويه للصناعه التقليديه، سيدات والساده المنتخبون، سيدات والساده العارضون والعارضات. من طبيعة الحال احنا اليوم في الاختتام ديال المعرض ديال الصناعه التقليديه لاقليم تردانت. اليوم كنختتموا هذا المعرض وكنختتموا في نفس الوقت سلسله المعارض ديال الاقليميه اللي نظمناها بكل الاقاليم وعملات الجهه، بدايه بتيزنيت وشتوكه عتبها في الصيف الفارط، ثم مرورا بالمعرض الجهوي اللي نظمناه في اكادير، ثم بعد ذلك معرض اكادير وانسكان وطاطا، ونختتم اليوم هذه المحطات من هنا من تردانت. بغيت في البدايه نقول لكم التحيات ديال السي حسن المزلوقي اللي هو نائب رئيس الجهه المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتكوين، اللي كان بغيتو يكون معنا اليوم ولكن لظروف انه في واحد المهمه خارج ارض الوطن فتعذر عليه الحضور. كما كتعرفوا فالمجلس ديال الجهه كيعطي واحد الاولويه كبرى لقطاع الصناعه التقليديه بحكم انه كنعتبروه من الرافعات الاساسيه ديال اقتصاد الجهه. ثم كما كتعرفوا بانه هذه الديناميه اللي كاينه في القطاع ديال الصناعه التقليديه على مستوى جهتنا راه ما كايناش في جميع الجهات من طبيعه الحال، وبالتالي كنبقاو متميزين من بين القطاعات اللي كنتميزوا بها هو هذا القطاع هذا بحكم الثروات اللي كنتوفروا عليها والغنى ديال الثروات بحكم انتوما هما الثروه الكبيره اللي كاينه عند الجهه في مجال الصناعه التقليديه، وبالتالي فاي اهتمام تيتعطاكم فهو يعني فرضتوه انتوما من طبيعه الحال بالابداع ديالكم في مجال الصناعه التقليديه بالمحافظه ديالكم على هذا التراث المادي واللامادي اللي كنتمناوه دائما يبقى، واننا نحاولوا نضفيو عليه هذيك اللمسه ديال الابداع باش نكسبوا اسواق جديده خصوصا على المستوى الدولي. وبالتالي فالمجلس ديال جهه المسا يحرص على ان يعطي هذا القطاع ما يستحق من عنايه، ومن بين يعني الاهتمامات ديال المجلس في هذا الاطار هو ضمان امكانيات التسويق بالنسبه لكم كصناع تقليديين من خلال هذه المعارض سواء المعارض الجهوي او المعارض الاقليميه اللي كنعتبروها واحد المكتسب اللي غادي نحافظوا عليه. هذه المعارض المنظمه الان هي تندرج في اطار يعني ميزانيه 2023 يعني الموسم السابق، وبالتالي هذه المعارض كان يعني اخبركم بانه غنضموا عاوتاني في 2024 ستة معارض اقليميه بشراكه مع الغرفه من طبيعه الحال مع الوزاره ديال يعني السياحه والصناعه التقليديه والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. غيكونوا معارض سته اقليميه خلال سنه 2024 يعني من هنا واحد 5-6 شهور غدار المساطير الاداريه من اجل اننا نعاود ثاني نقوم معرض اخر في تارودانت،
بالاضافه الى المعرض الجهوي اللي غادي نتوجوا به سلسله المعارض الاقليميه اللي غادي تنظم يعني في هذه السنه ديال 2024. وحنا كنحاولوا ايضا اننا نفكروا في اليات اخرى التسويق الالكتروني، يعني محاوله على البحث على فرص ديال التسويق فيها الابداع وفيها التجديد، وايضا من خلال تكوين الاهتمام بالجانب ديال التكوين كما شفتوا بعض منكم او كلكم راه اللي ما استفدش مازال غيستفد مجموعه من التكوينات اللي كتنظمها الجهه في هذا المجال دائما بتعاون وبشراكه مع جميع الفاعلين ديال القطاع خصوصا الغرفه والوزاره. نتمنى تكونوا قد استفدتوا من الفرص اللي تحت لكم هنا على مستوى تسويق المنتوجات ديالكم والتعريف بها. ومن خلال الجوله في الاروقه شفنا بانه عبرتوا على انكم يعني المبيعات كانت مزيانه في المستوى. كنحاولوا ايضا انه نبرمجوا هذه المعارض في اوقات مناسبه العطل المدرسيه او مجموعه من المحطات اللي ممكن اننا ترفع رقم المعاملات ديالكم. وغنسالي الكلمه ديالي بالشكر لجميع الاطر ديال الغرفه ديال الصناعه التقليديه، سي سمير على راسهم اللي كان رئيس الفريق ديال تارودانت، واللي يعني كان واحد العمل ليل نهار باش انه هذا المعرض يكون في هذا المستوى، بانه جميع الشروط ديال الراحه تكون متوفره لكم من اجل اننا نحققوا الاهداف اللي سطرناها لهذا المعرض هذا واللي كنعتقد بانه وصلنا لها. وكنحاولوا اننا في النسخه المقبله غادي نديروا ما هو افضل، وبناء على الملاحظات ديالكم وعلى التقييم ديالكم لهذا المعرض هذا. وايضا اوجه يعني الشكر للجماعه ديال تارودانت اللي اكيد بانه عبات الامكانيات ديالها اللوجستيكيه ويعني جميع الاطر اللي انخرطت في هذه العمليه هذه اللي كتخلق واحد رواج اقتصادي على مستوى المدينه وعلى مستوى الاقليم بشكل عام، بحكم انه مجموعه من المناطق المحيطه بتارودان فهي ايضا كيجيو باش يستافدوا من المعروضات اللي كاينه في هذا المعرض هذا. وجدي الشكر لجميع المتدخلين وكل من ساهم من قريب او بعيد في انجاح هذه التظاهره، واتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم. محمد الغزي رئيس قسم علاقات العامه والتواصل بجهه سوس مسا على هذه الكلمه المتوازنه اللي حقيقه ما خليتي لي ما نقول. كنت غادي نشكر الجماعه ديال تارودانت حتى هي اللي كتستحق كل الشكر والتقدير، ولكن قبل ما نمشيو ونكملوا معكم بغيناكم تسحقوا لنا بدايه على وزاره السياحه والصناعه التقليديه والاقتصاد الاجتماعي التضامني شريك اساسي في هذه العمليه، كذلك ولايه جهه سوس مسا، وما نساوش كذلك غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس مسا. وبطبيعة الحال قبل ما نمشيو الجماعة تارودانت وكذلك حرف المغرب وغادي